احنا نسموه في نفس نقوص. شو معنى نقوص؟ هو الطفل عنده شويه نقص في النمو بتاعه من ناحيه الحنان او من ناحيه الذكاء الانفعالي الوجداني وتواصله مع الناس اللي حايطين به. نعم. يعتقد ان هذا هو المنفس بتاعه او المخرج لمشكلته. احنا ديما نقولوا في علم النفس اكثر ناس ممكن يعرضوا للتدخين في المستقبل تعاطي المخدرات الاطفال اللي تلاحظ عندهم مشكله اللي هي مص الاصابع. ممكن مص الاصابع في الاشهر الاولى او في عام ونص ظاهره طبيعيه، ممكن مع مرور الوقت ممكن تتحول. ممكن هي من جراء تقريبا السباحه. اكيد ما هو هذه المعوضات احنا نسموه فيها مثلا العيل يعيط تعطيه زلباحه، عيط بتسكت تعطيه زلباحه، عيط بتطلع عمه تعطيه زلباحه. نفس القصه، عنده مشكله حطها تصبها في الصمه، اذا ضغط مش حطها في الصمه، خايف زي المدخنين طيرت له سبسي، حد اطلع عليه بيدير سبسي، ما حصلش حاجه بيدير نفس القصه، بتصبح شخصيه فميه احنا نسموه فيها. دمنا على العاده هذه. ايوه تعتبر راهي مشكله راهي خطيره، المفروض الاهل ينتبهوا لها. نعم. اطلق عليها فرويد طبعا معروف علم النفس، الشخصيه بما يعرف الشخصيه السرجيه، وهذا موضوع راهي خطير جدا جدا. من سهل تنحرف في المستقبل. لما عيلي نشوف انا يحط صبعه في الصفمه وعمره عامين ثلاث سنين ما هوش موضوع عادي، المفروض ننتبه. العيل راه ناقص حنان، راه عيل عنده مشكله، العيل راه مش مهتمين به، العيل ممكن صيرت له حاجه ومش قادر كيف يعبر عن نفسه، يحاول يديرها النقوص او يحط صبعه في الصمه الطفل هذا وتعتبر اشارات خطيره، المفروض احنا لازم ننتبهوها ونبعدوها عليها. ممكن ترافقه في المستقبل الشيء اكيد هذا يعني. ايه تصبح عندها عاده ويصبح شخص مدخن زي ما قلت لك. نعم. او متعاطي للمخدرات يعني كمنفس. طيب.